أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو برنامج آيات للموقنين. الحقيقة في كل حلقة نعيش مع آيات الله في الكون، في الآفاق، في الأنفس، لأن آيات الله سبحانه وتعالى لا تقتصر على شيء محدد. كل الكون سخره الله لنا بما فيه من قوانين فيزيائية ورياضية مسخر لخدمتنا. اليوم أيها الأحبة سوف نتأمل ظاهرة السمع، كيف يسمع الإنسان وهذه الترددات الصوتية التي يسمعها. ولو قدر أن يسمع كل شيء لمات الإنسان حقيقة. الله تعالى خصص فقط مجال ضيق جدا من الترددات الصوتية نستطيع أن نسمعه، وإلا نحن لا نسمع الترددات الراديوية مثلا، لا نسمع ترددات الأمواج المنخفضة كثيرا أو المرتفعة كثيرا. لذلك اختار لنا الله مجالا نرتاح به، وهناك كائنات تستطيع أن تسمع أكثر منا أيضا. لذلك أنا اليوم سوف أتأمل معكم حاسة السمع، كيف سخرها الله لنا. التسخير حتى في داخلك أيها الإنسان، وفي القوانين المحيطة بك، وفي حتى ضغط الهواء الجوي مسخر لك أيها الإنسان. سبحان الله، لو كان هذا الضغط أعلى بقليل أو أقل لصمت أذنيك. نرى أمامنا هنا حاسة السمع كيف تعمل. عندما تدخل هذه الموجات الصوتية التي هي عبارة عن موجات هواء ميكانيكية، وعبر عظيمات خاصة وعبر يعني وسائل خاصة يتم غشاء طبلة الأذن، ثم يتم تضخيم هذه الموجات وتحويلها إلى إشارات عصبية كهربائية تنتقل إلى الدماغ. هذه الإشارات العصبية عندما تنتقل إلى الدماغ أيها الأحبة، يفهمها الدماغ حسب نوع الصوت الوارد إليه. إذن عملية السمع معقدة جدا، ولكن لها شروط. يعني مثلا لو فرضنا أن الطبيعة كما يقولون أو يدعون، هذه الطبيعة صممت الهواء، لو هي التي خلقت الهواء كما يدعون، أنه ذو ضغط عالي جدا، ما الذي سيحدث؟ الإنسان سيصبح مليئا بالهواء، لأن الهواء سوف يتسرب إلى داخله ويتسرب إلى أذنيه، وبالتالي لن يستطيع أن يسمع أو حتى ينطق. حتى الهواء الذي يخرج يحرك هذه الأعصاب، يعني ما يشبه تسمى الحنجرة وأجهزتها، لكي أيضا يقوم بتحويل الترددات الهوائية إلى ترددات صوتية. يعني الإنسان فيه جهازين، جهاز استقبال الصوت وتحويله عبر الأذن إلى الدماغ ليفهمه،
ولديه جهاز لإطلاق هذا الصوت، يعني العملية والعملية العكسية. هو يستطيع أن يأخذ الصوت ويحلله ويفهمه، ومن جهة ثانية يستطيع أن يخرج ترددات هوائية أو موجات ميكانيكية من خلال جوفه وتتحول إلى صوت، وهكذا يتكلم الإنسان. آيات للموقنين. سبحان الله، نعمة الكلام أيها الأحبة خاصة بالإنسان فقط. القرد لديه هذه التجهيزات ولكن لا يستطيع أن ينطق ولا يستطيع أن يفهم. نفس التجهيزات هذه وهذه الأدوات موجودة لدى القرد، ولكنه لا يفهم ولا يعقل ولا يستطيع أن ينطق إلا بأصوات محدودة جدا تساعده على استمرار حياته. حاول العلماء كثيرا أن يعلموا بعض القرود لم يتعلموا. إذن أيها الأحبة، هذه الحاسة سخرها الله لنا. سخر أيضا في الهواء من حولنا ضغطا جويا مناسبا، كثافة مناسبة، وسخر لنا أيضا ترددات لا نسمعها لكي لا تصم آذاننا. موضوع مهم جدا أيها الأحبة، وهو أن الإنسان عندما ينام تتوقف كل الحواس باستثناء حاسة السمع. يعني أيها الإنسان، الله تعالى أيضا سخر لك هذه الحاسة أثناء النوم لتوقظك في حال الخطر. تصور أن حاسة البصر تتوقف، حاسة اللمس، الذوق، كلها تبقى هذه تعمل. لماذا؟ لأن من المهم أن تستيقظ إذا حدث خطر أو حريق أو أذى أو أي شيء. طيب بالله عليكم، هل هذا من صنع الطبيعة أم من تسخير الله عز وجل؟ الإنسان عندما ينام تبقى حاسة السمع شغالة، وهذا ما أشار إليه القرآن أيضا. قال تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضرب الله على آذان أصحاب الكهف سنين عددا كإشارة إلى أنه أوقف حاسة السمع لديهم. سبحان الله، حاسة السمع توقفت عندهم. طيب من كان يعلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الحاسة تعمل أثناء النوم هي الوحيدة، وأن أصحاب الكهف لكي يناموا فترة طويلة يجب أن تتوقف لديهم هذه الحاسة؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم إن عملية النوم عملية معقدة جدا أيها الأحبة، ذكرها الله في القرآن: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. فهذا النوم حتى الآن هو سر من أسرار هذا الكون، لم يستطع العلماء أن يكشفوا بالفعل أسرارهم. عملية النوم ضرورية جدا، ولولا النوم لهلكت يعني هلك الإنسان وانقرض منذ زمن. فكيف تقولون إن الطبيعة هي التي سخرت هذه الظواهر مثل النوم والسمع وغير ذلك؟ إن هذه الحقائق أيها الأحبة لتشهد على صدق الله الذي قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياته للموقنين، رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري، جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا،
أجرى بحرا عند بحر برزخ الآيات فينا مالك الأقدار.